السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم اخوان واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم، واليوم احنا عندنا موضوع جدا مهم. قبل ما ابدا بموضوع الانتقالات بالتقاسيم بين المقامات وطريقتها، احب انه اؤكد على الدورات الموسيقيه. تقدر تشترك مباشره معايا اونلاين، وموجود اسفل الفيديو رقم الهاتف واتساب، وممكن اتصال ومعرفه الاشتراك في الشهر هي 8 محاضرات. نبدا الان على طريقه التقاسيم بآلة العود وكيف تتنقل من أداء. كثير من الأخوان الأعزاء يحبون أنه قضية كيف ينتقل بين التقاسيم. يعني مثلا إحنا عندنا نأخذ مقام، مثلا نفرض حجاز، هذا الحجاز نأخذ حجازي هو معروف من الري، ري مي مون فا صول لا سي دو ري، ري دو سي لا صول فا مي. تقاسيم أو مي فا صول شبعتني أول مقام، أول بداية، بعدين راح أسير عندك نهاوند. رجعت حجاز، نقدر نروح البياتات، شو تاخذ اس اس جات حجاز. يعني بتبدا تقول بديت حجاز، خلصت اس، لازم تاخذ اس حتى تنتقل الى المقام الاخر. خدنا هون لنا صبوي، بابا اس اس رجعت حجاز. يعني لازم تقفل بالمقام اللي هو الأساسي يعتبر، لكن تاخذ بين انتقالك من مقام ومقام آخر تاخذ انه هسات حتى تقدر تنتقل، حتى تشوش الأذن. أتمنى انه استفادتوا من هذا الدرس، وتحياتي لكم. أتمنى الاشتراك بهذه القناة ودعمكم ومقترحاتكم إن شاء الله واصلة ونبدي بها، والاشتراك بدورات الأونلاين. وأهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.